مصر دائما أرض البطولات والإنجازات. الآن مع نشرة اقتصادية والتفاصيل مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا إلهام نمر وشكرا هبة حسين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة ونتابع فيها. كشفت بيانات الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%. هذا وقال الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء، قال إن قيمة الواردات المصرية من تركيا بلغت 3.72 مليار دولار خلال عام 2022. أشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%. تواصلت بالقاهرة فعاليات الدورة الرابعة للملتقى السنوي لسلاسل الإمداد واللوجستيات، والذي يقام بمشاركة أكثر من 50 شركة بمختلف القطاعات اللوجستية من مصانع وخطوط ملاحية وجوية وشركات شحن. في دورته الرابعة انطلقت فعاليات الملتقى السنوي لسلاسل الإمداد واللوجستيات، والذي يقام تحت رعاية المعونة البريطانية ومنظمة العمل الدولية بمشاركة أكثر من 50 شركة بمختلف القطاعات اللوجستية من مصانع وخطوط ملاحية وجوية وشركات شحن ومخازن ومواني، بالإضافة إلى حضور أكثر من 3000 مشارك ونحو 200 متحدث. المؤتمر ده بيتعمل للسنة الرابعة، والهدف الأساسي منه إن احنا نجمع كل ما له علاقة بمجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد والناس اللي بتصنع والناس اللي بتستورد والناس اللي بتصدر في مكان واحد. الإيفنت بيتكلم على جمع لمجتمع اللوجستيات وسلاسل الإمداد ناس من الصناعة، ناس من مختلف الشركات في مجالات مختلفة، سواء كان في مقدمين الخدمة شركات طرف ثالث رابع، بنتكلم على شركات شحن نقل. على مدار يومين يناقش الملتقى عددا من الموضوعات كالتحول الرقمي في الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والوقود البديل، بجانب التوظيف وسلسلة التوريد عبر الوظائف واستراتيجيات البحث عن الوظائف، إلى جانب مناقشات أخرى عن إدارة التحديات اللوجستية العالمية. المؤتمر فرصة ممتازة لتبادل الخبرات بالخدمات اللوجستية، ونتكلم عن مشاكل والتحديات اللي بتواجهنا في الصناعات اللوجستية. أنا شايفة الصامت حلوة جداً والإيفنت كويس جداً، اللي إحنا بقينا نهتم بالحاجات بتاعت اللوجيستكس والسلاسل التوريد والشحن واللوجستيات، ومبسوطة جداً إن مصر بقت مهتمة بدور التكنولوجيا عامة في الشحن واللوجستيات. في فايب مش طبيعية من طلبة مهتمة بالمجال من كل خلفيات ومن كل الباك جراوندز بتاعت حاجات تكنيكال او مش تكنيكال، في اهتمام كبير جدا للموضوع. كل سنه بنحضر هنا بنعمل نتوركينج كويس قوي، بنشوف الناس البروفيشنالز، بنتعرف على الترندز الجديده اللي بتحصل في المجال والسبلاي تشين. انا شايفه السنه دي سكسسفل جدا بصراحه. مؤتمر قمه سلاسل الامداد واللوجستيات يعد اول قمه متخصصه لسلاسل التوريد في مصر والشرق الاوسط، ويجمع المهتمين والمتخصصين في هذا المجال بهدف تقديم محتوى تعليمي وتوفير فرص عمل للخريجين، بالإضافة إلى تغطية أهم التطورات المستقبلية مع التركيز على التوظيف والابتكار وريادة الأعمال. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط دفعت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الخامين القياسيين لتسجيل أكبر خسائرهما الأسبوعية في شهور. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3% لتسجل 72 دولار و97 سنتا للبرميل. كما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما قيمته 2.4% ليصل إلى 66 دولار و74 سنتا للبرميل. في المقابل صعدت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 19% لتسجل وتصل إلى 2.54 دولار للتر. هذا وقد انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7% لتسجل 2
و34 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. خسرت بورصة قطر أكثر من 47 مليار ريال من قيمتها السوقية في 5 جلسات متتالية من تداولات الأسبوع الثالث لشهر مارس الجاري، ما ساهم في انخفاض إجمالي القيمة السوقية بنسبة 7.6% وصولا إلى 571 مليار ريال وفق بيانات رسمية. كما فقد المؤشر العام لبورصة قطر الأسبوع الماضي أكثر من 826 نقطة من رصيده، وسجل تراجعا بنسبة 7.7% ليغلق عند مستوى 9910 نقاط، وهو الأدنى منذ نوفمبر من عام 2020. يذكر أن بورصة قطر تأثرت بموجة البيع التي قادتها المؤسسات الأجنبية على خلفية المخاوف من انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي وتعثر بنوك أخرى. رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي خلال عام 2023 ليصل إلى 2.6% بعد أن كانت تتوقع نموا أبطأ وتيرة ب 2.2% فقط في نوفمبر الماضي. أما بالنسبة لتضخم فتوقعت المنظمة أن يتراجع في العديد من البلدان ليصل إلى 5.9% في مجموعة الـ20 بدلا من 6% في التوقعات السابقة، لكنها في المقابل رفعت من توقعاتها لنمو التضخم الأساسي والذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة كالطاقة والغذاء إلى 4% في الاقتصادات المتقدمة لمجموعة الـ20 مقابل 3.8% في التوقعات السابقة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، ومعها لم يتبقى سوى التذكير بنشرة السادسة مع إلهام نمر وهبة حسين. أشكرك مصطفى.